للحديث أكثر عن أوضاع النازحين في العراق بعد قرار إغلاق المخيمات ينضم إلينا الأستاذ محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي عبر الهاتف من اسطنبول. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. هيومان رايتس ووش منذ أيام طالبت السلطات في العراق بعدم إجبار النازحين على العودة إلى مناطق لتعرضهم لخطر الميليشيات. من الناحية القانونية كيف تنظر إلى إغلاق الحكومة في العراق المخيمات؟ نعم، في البداية تحية لكم والأستاذ المشاهدين، وانطلق من سؤال حضرتك بالتأكيد على أننا كمرصد أورو متوسط لحقوق الإنسان أصدرنا بيانا في الأسبوع المنصرم عبرنا فيه عن قلقنا البالغ من قرار الحكومة العراقية عن نيتها بإغلاق مخيمات اللجوء مطلع منذ أيام وحتى تاريخ مطلع العام القادم. مثل هذه الإجراءات وغيرها التي تقوم بها الحكومة العراقية هي ليست جديدة بالمناسبة على الانتهاكات الموجهة في ضد اللاجئين، لكن الأمر الأكثر خطورة والذي بيناه في من خلال موقفنا القانوني الذي صدر عنا بأن هذا الأمر يخالف العديد من النصوص القانونية، وأيضا يفتح الباب على انتهاكات أكبر بحق اللاجئين والنازحين الداخليين في العراق، بمعنى أن العراقيين الآن أو المتواجدين داخل المخيمات المزمع إغلاقها مطلع العام القادم هم يعانون من انعدام من الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى توفير الحالة الأمنية والاستقرار في داخل تلك المناطق التي نتحو إليها. يجب الإشارة هنا إلى أن المناطق الأساسية أو مدنهم الأساسية التي نزحوا منها أو التي هربوا منها بسبب الهجمات المسلحة أو من خلال الصراع الداخلي في العراق هي ما زالت تحت إما حالة الفلتان الأمني أو أن من فقد بيته ما زال إلى هذه اللحظة لم يتمكن من إعادة بناء بيته عن طريق الحكومة، وبالتالي هنا نطرح تساؤل: إذا كانت الحكومة لم تقم بإعادة الحالة الأمنية كسابقها أو لم يكن هناك استقرار أمني، وإذا لم تقم بإعادة البيوت التي دمرت إلى حالتها الأساسية، فما المغزى من إغلاق تلك المخيمات إلا من زياد الضغط على بعض المدن الداخلية في العراق؟ هذا أولا. ثانيا، يعكس أمر خطير جدا وهو الانقسامات الداخلية في السلطة التنفيذية داخل العراق، بمعنى أن حتى الحكومة لا تستطيع أن تمارس ضغوطاتها أو قراراتها بشكل مباشر على بعض المحافظات بسبب تنفذ المحافظين والقوى الأمنية هناك وعلاقاتهم بالتنظيمات التي تتبع أو تنتمي لمذاهب معينة والتي تدعم من قبل دول المجاورة. وبالتالي هذه المؤشرات تعطي انطباع خطير ومقلق للغاية، قد يطال مصير مئات الآلاف من العراقيين النازحين الآن داخليا. كل هذا الأمر ليس بمعزل عن المراقبة الدولية التي ما زالت لم تتخذ أي خطوة على أرض الواقع من أجل وقف الانتهاكات التي تجري في مخيمات النزوح وفي الحالة العراقية بشكل عام. هناك ربما يعني لا خيارات متاحة أمام النازحين، هم يعني بين شقي الرحى، إما العودة إلى مناطقهم والتعرض لقمع الميليشيات كون مناطقهم ليست آمنة إلى الآن، أو البقاء في العراء والتعرض إلى يعني الشتاء القارس، هذا الشتاء القادم. الآن ماذا يترتب على المنظمات الدولية المنظمات الإنسانية من وجهة نظرك؟ نعم، قبل الإجابة عن هذا السؤال أود التنبيه على أمر أو نقطة مهمة جدا، أن المخيمات التي يوجد بها مئات الآلاف من العراقيين أو النازحين العراقيين يفتقرون لأدنى المقومات الأساسية، بل على العكس من ذلك قمنا برصد العديد من الانتهاكات التي تجري في تلك المخيمات، أولها حرمان الطلاب من البدء في العملية أو في الذهاب إلى المدارس أو ممارسة العملية التعليمية، هذا أولا. ثانيا، المضايقات بحق النساء، ورصدنا ووثقنا العديد من حالات التحرش والانتهاكات الموجهة ضد النساء، هذا بشكل خاص. ثالثا، إلقاء اللوم أو إعطاء إدارة تلك المخيمات لبعض المسلحين المحسوبون على بعض المذاهب السياسية والدينية. عند العودة إلى سؤال حضرتك، ما يترتب على المؤسسات الدولية؟ يترتب على المؤسسات الدولية الدور الأكبر، أولا في إرسال لجان تحقيق لبحث الحالة الإنسانية العاجلة، وهنا نؤكد على أن الحالة الإنسانية فعلا في تلك المخيمات هي ملحة وعاجلة.